في سؤال كتير عم بنسأله أنا على موضوع السكن. السكن في كندا هو والعمل يا جماعة رزق من الله سبحانه وتعالى. صراحة الموضوع صار أصعب. ليش؟ لأنه المؤجرين كلهم أصحاب البيوت، معظمهم شارين البيوت هاي investment مش لوجه الله سبحانه وتعالى، فهم بدفع عليها مورجج، والمورجج هلا عالي. فهذا السبب سبب انه في ناس كتير عم تطلب انها تستأجر، وعدد البيوت قليل جدا، خاصة القادمين الجدد كتير ناس موجودين الان عم بيجوا كتار، فعدد البيوت قليل جدا، فصار في تحكم بالاسعار. المشكلة مش في الاسعار، المشكلة انه حدا يأجرك، يعني حدا يقبل انك تستأجر منه، كخاصة القادم الجديد اللي ما عندك ريفرنس. حتى الناس اللي عندها ريفرنس الموضوع الأجار صار صعب جدا جدا. فالسبب شو هو؟ سبب المستأجرين، يعني في ناس مستأجرين للأسف ما بدفعوا، فهذا بخرب على اللي بعده. يعني تهيأ انت واحد عنده بيت مستأجر او شاريه وبدفع عليه مورجج، وانت حضرتك كمستأجر ما تدفع، فهو بده واحد يضمن انه يدفع له. اوكي، البنك بيحجز على البيت، يعني اذا ما دفع صاحب البيت خلص البنك، وهو موظف زيه زيك يعني. ف اذا هو توقف عن الدفع حيطروك وحيطروه يعني، وحيروح البيت عليه، يعني مش منطق. فهذا اللي بيصير، صحاب البيت الان عم بيعملوا فيري فيري هاي ريستريكشن مين اللي يستاجر البيت. بدهم واحد يضمن انه عنده جود كريدت سكور، والقادمين الجدد عندهمش كريدت نهائيا. كريدت سكور هذا معناه انك بتسدد فواتيرك وامورك بالوقت المحدد، وانت ما عليك اي ديون والشغلات هاي، او عندك ديون بس بتسددها بالوقت المحدد. يعني الشغلة الثانية اللي هي مهمة اللي هي الهيستوري، انك انت كنت ساكن عند ناس بتصلوا فيهم بسألوهم كيف نظيف مش نظيف، بدفع بدفعش. بعدين بيسألوا مثلا العمل، هلا معظم القادمين الجدد لا عندهم هاي ولا هاي ولا هاي، فهو الشانس تبع قليل جدا، فبضطروا القادمين الجدد انهم يدفعوا 6 أشهر وسنة مقدما. يعني انت بتيجي مثلا البيت اجاره 2500 بالشهر، تروح انت تاكيك له 30,000 على المطرح سنة كاملة بس عشان يأجرك. واحكي لك في ناس حق البيت مثلا اجاره 2500 بالشهر، بيجي بقول له انا بدفع لك 2700 بس اجرني، لانه عم بدفع اير بي ام بي ولا فندق بالشهر مبالغ خاصة القادمين الجدد. فلا أخفيكوا هاي مشكلة، يعني أنا بحكيها إنه أرزاق من الله سبحانه وتعالى. في ناس بسرعة لقوا بيوت قادمين جدد، وفي ناس لهم 4-5 أشهر. فاللي الموضوع صراحة معقد، لكن اللي بيجوا هون يعني اللي موجودين في كندا فاهميني أنا شو بحكي. اللي برا كندا بقول لك إيش هذا وهذا، يعني نعم هذا اللي حتقابله للأسف، خاصة في البداية، بداية القدوم والهذا، فجهز حالك لهذه المشكلة. حلوة كندا، حلوة بأهلها يا أبو عادف هادف. طيب أنا شايف ما فيش أسئلة، فبدناش نضيع وقتكم، حرام أنا ما بحب أضل أحكي على شغلات فاضية. anyway شرحنا لكم شوية عن موضوع الهجرة للاجئين اللي هو EMPP. أتوقع هو هذا البرنامج اللي الآن من البرامج السهلة، البرامج البسيطة، خاصة لشخص لاجئ. اللي مش لاجئ ما بتنفع، ما بنفع له هذا البرنامج. هذا البرنامج للاجئين اللي مش قادرين يجوا على كفالات أو شيء، متعلمين عندهم لغة ويكون خارج بلده. 4 شغلات فقط، ما في تعقيدات كثيرة، straight forward، واضح جدا. اخبار فيز غزه؟ لا والله لسه ننتظر. هلا بالفتره طلعوا وحكوا انه هم شغالين على الموضوع ووزير الهجره، ولكن في ناس يجوا، في ناس وصلوا، اتوقع ناس، في ناس، في اكثر من 1000 شخص او 1000 ابلكيشن، 1000 تقريبا. هذيك التقرير في السي بي سي حكوا انه في 1000 شخص وصلوا، حصلوا على الفيزا. هلا لا أخفيك أنا بعرف ناس حصلوا على الفيزا وما إجوا،
انه يعني قاعدين بمصر وضع افضل يعني من هون، اهاليهم هون مش حيقدروا يضمنوهم يكفلوهم، الكفالة صعبة طبعا. ففي ناس الامور بطيئة بطيئة في كل شيء يا ابو كرم ابو كريم، يعني انت عارف اذا انت من اوتوا او كندا انت عارف كل شيء بطيء في كندا، يعني بتروح تقدم جواز تجديد جواز باسبوعين، يعني مش عارف الدول اللي بيحكوا عنها نامية و و و بساعة بتكون مخلص الجواز. كيف بده يحضر ورقة من الأونروا؟ سام كرت الأونروا بكون عندك يا عندك يا عند والدك، إذا ما عندك ما بتقدر تحضر كرت. إذا أنت لاجئ يعني مثلا أنت من عسقلان وسكان غزة أنت أكيد لاجئ معك كرت الأونروا اللي هو كرت الإعانة كانوا يسموه. فاسأل أبوك، إذا أبوك عنده بكون مسجلك، تدخل أونلاين على الأونروا في له رقم أو بالاسم بتدور. أنا في ناس بعتوا لنا إياها إلكترونية يعني. أنا فلسطيني بمصر وعملنا البصمة. أوكي عملت البصمة، في ناس عملوها بشهر 2 ولحد هلا ما وصلوا، والله بعين. هل أنت ناوي تيجي يا أبو كريم ولا لا؟ هون السؤال. أهلك من وين؟ من أي مدينة؟ اللي سكان كندا يعني. سلام، ليش نظام العمل العدل بكندا فاسد؟ نحن ضحية محتال مغربي اسمه جوزيف جلال كوناني. يعني أنا مش صراحة مش حقدر أجاوبك لأنه مش أنا المسؤول عن نظام الأنظمة في كندا. في فساد؟ أكيد في فساد، بس شوف إذا أنت عندك حق بتاخده، بس مكلف. يعني ممكن تدفع أكثر من اللي دفعته للمحامي للمحتال عشان تأخذ حقك. الآن بدك تحط محامي، بدك تجيب أوراق، إذا ما عندك كل هاي الشغلات القاضي ما بيقدر يثبت في القضية. فإذا وصلت القضية للقضاء، القضاء مش فاسد، لا القضاء بالعكس واضح. ولكن المشكلة وين؟ إنك عشان تعمل قضية وترفع قضية بدك محامي. أنا بعرف ناس رفعوا قضايا ب40,000 و50,000 رجع لهم 5,000 منها، الباقي كله أخذها المحامي. المحاميين هون بأخذوا مبالغ. أنتاريو كبيرة يا أبو كريم، إذا حسب إذا أنت في تورونتو بميسيساغا، في تورونت في أوتوا أنتاريو كبيرة، كينغستون يا أنتاريو هي مقاطعة، يعني أنتاريو قد يمكن السعودية حجمها. لكن إذا أنت ناوي تيجي الله يقرب لك إياها، وإذا فيها خير الله يجيبها، وإذا فيها شر الله يبعدها يا أبو كريم. إن شاء الله الله يقويك، وأنا عارف وضعك مصري برضو ملقلق يعني مش واضح. الأونروا فقط؟ لا يا حبيبي سام، الأونروا للفلسطينية هي فقط برنامج عمل للفلسطينية اللي تهجروا سنة 48، بعدها انتهت الأونروا يعني، بس الآن بتساعدهم. السوري بروح على اليو ان اتش سي ار بيحصل عليها اذا خارج سوريا، اي يو ان اتش سي ار بطلب تسجيل لجوء وهذه بتكفي. والله يا حكيم احتال منا 30,000 وربحنا القضية، لكن ما في شيء يغصبوا على دفع اموالنا. ما في شيء بيغصب يعني، هاي المشكلة. اوكي بقول لك اوكي، انا حقسط له اياهم، انا وضعي يعني بتعرف كل دول العالم هذا موجود. فأنا بحكيها للجميع. المشكلة اليوم ما حكت معي، حكى معي سيد يعني وبقول لي انا انتصب علي، قلت له انت يمكن رقم 200 بيحكي معي وبقول لي انتصب علي. للأسف كل كوشط يعني بلا استثناء، يعني انا بديش اعذروني كلكم، ولكن الكل بروح بدفع للنصاب. لما يجي عند واحد صادق انا بطلت بديش ادفع، بس اوصل على كندا بدفع لك. طب ما هو احنا شفنا برضو ناس وصلت على كندا وما دفعوناش. فهو بدك تنتبه مع مين تتعامل، على ايش تتعامل، تتاكد من هذا الشخص على القليل يكون ثقه. للاسف 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 نصابين اكثر من اللي بيحكوا حقيقه. فبدك تعرف انت تأكد قبل 30,000 حرام يعني 30، ما بعرف هذا.
الله يجبر خاطرك والله يقويك، بس والله ما بعرف يعني شو. الله لا يسامح حدا بيفتري على حدا ولا بوكل طبعا وبوكل أموال الناس بالباطل. لا الدنيا فيها مان، فيها مان، بس بدك تعرف مع مين تتعامل يا مو، بدك تعرف مين تتعامل. هاي اسمه مكتب كامبريدج أنتاريو اسمه، أنا ما بدي أحكي لأنه بلاش يكون الموضوع فيه إشي بينك وبينه، بس انت حاط اسمه. طيب احنا ما شاء الله يزادوا الاعداد الناس، بس اذا حدا عنده اي اسئله انا نزار اهلا وسهلا في الجميع. اجين اذا حدا عنده اي اسئله عن الحياه في كندا او القدوم لكندا هينا ببلاش هون بنحكيها. وعليكم السلام يا مو، الله يرزقك، واذا بدك اي مساعده احنا جاهزين. فاذا حدا عنده أسئلة تفضل يا عكرمة، I think عكرمة، تفضل يا عكرمة. على راسي، تسلم لي راسك. ليش الحكومة بتحارب اللي بيشتغل؟ والله هذا السؤال أنا يا جماعة ما مش ممثل للحكومة الكندية. تسألوني، ما أنا زيكو، أنا زيكو هون بنشتغل وبندفع، أنا بدفع أكثر من نصف راتبي ضرائب. هذا النظام يعني اللي مش عاجبه زي ما بيحكوا يروح على امريكا مثلا، النظام بيختلف شويه، ضرائب اقل بس فيش تامين صحي بالمقابل. هلا انا بشوف شباب كثير بروح على امريكا، في ناس بيطلعوا على الخليج على الامارات مثلا، اماكن فيش فيها ضرائب. فاكيد الموضوع ذو حدين، بس يا ريت انا بالحكومه واقدر اغيركم كل هالقوانين، يا ريت والله يا عكرمه لو بقدر بغيرها، لاني انا اول واحد متضرر. يحيى التحويل من جامعة للديبارتمنت، مش فاهم، عيد سؤالك يا يحيى، مش فاهم عن ايش بتحكي، عن جد ما عم بفهم شو النظام. والله انا يكرم نفس الشيء، بس خلص اتعودنا، اللي عاش هون وبدأ يدفع ضرائب مدة طويلة عارف. موضوع الضرائب هذا قصة يعني ما بفهمه غير اللي بغوص فيه صراحة. يعني اطلع ولا غير واشتغل كاش مشان اعرف اعيش. مزبوط، في ناس كتير عم تشتغل كاش عشان هاي المشكلة، وبدل ما الحكومة تقنن هذا الشيء وتخفف منه بالعكس عم تجبر الناس يسووه للأسف، وعم تخسر يعني زي كيف اللي بطخ حاله برجله. انا بحكيها ايه، دب اللي هو معهد في كيبيك، اول مره بسمع فيه، اي دونت نو، اول مره بسمع. انا عشت في كيبيك، شو دب هذا؟ اكيد اختصار لشغله، ما في شيء دب. anyway ما بعرف تحويل جامعه لدب، اي دونت نو صراحه، بدك تسالهم. طيب فنعم يعطيك العافية. ليش معاملات الجنسية تتأخر كتير كتير؟ والله يا جماعة هاي الأسئلة أنا I don't have a control over it. يعني المعاملات تروح عند الحكومة، والحكومة للأسف بطيئة بكل شغلة. يعني اللي عايش في كندا بيعرف، ومفروض أنتوا عايشين، اللي مقدم على الجنسية عايش في كندا، فمروان يعني حط رجليك بمي باردة وصبرا جميلا والله المستعان. هم بتحججوا في الـ في السكيورتي تشيك، هم هذا اللي بتحججوا فيه دائما. بس انا اشك صراحه، الي صديقه بتذكر قبل فتره بيطلعوا بيجي كثير هو ومرته واولاده هون موجودين، فهو طالع 5 أشهر تقريبا في 3 سنين، فاولاده ومرته يعني استحقوا التقديم، فقال لك اقدم معهم عشان يمشي الموضوع، فكر حاله شاطر يعني. ففعلا دفع وكل شيء وقدم، وهذا بعد كم شهر، شهرين ثلاثة، رجعوا له ملفه، قالوا له انت ملفك ناقص، قدم لحالك لما تكون إليجيبل، انت مش إليجيبل، وكمل وراء مرته وبنته. الآن هو زعل ومش عارف شو، بعد 6 أشهر أو 7 أشهر قدم، هو أخذ الجنسية هم لسه ما أخذوا، يعني هو قدم بعدهم ب7 أشهر، خلص السيرموني واخذ الجنسيه، وهو كان مستعجل عشان هذا. فسبحان الله اجى عند ديبارتمنت ثاني، اجى عند شخص ثاني،
ما بتعرف. أنا عامل معاملة لاختبار جنسية من 8 شهور، لحد الآن ما إجاني خبر. لما قدمت الجنسية كانت 6 أشهر، إحنا أيامنا ما بعرف يعني، كانت سهلة والتقديم سهل. بعد ال بعد ال شو اسمه، في ناس سووا الامتحان والسيرموني بنفس اليوم أيامنا. دراسة مجال الطيران الفلسطيني تنصح فيها؟ مجال الطيران ممتاز لأي شخص بغض النظر فلسطيني مش فلسطيني. هلا بعرفش بعدين وين تلاقي شغل، بس دراسة مجال الطيران كويسة أكيد يعني، بنصح فيها. أستاذي أنا مغربي، في نحلة شكلها حتقرصنا. طيب جماعة في نحلة شايفينها؟ لا حول. طيب أستاذي أنا مغربي، استفدت من عقد عمل مفتوح بسبب الزلزال اللي كان بالمغرب، هل يجب تجديده قبل النهاية؟ طبعا، أي واحد موجود في عقد عمل مؤقت أو تصريح عمل أو تصريح دراسة work permit أو study permit لازم يجدده قبل ما ينتهي. إذا انتهى ما بقدر يشتغل ولا يبقى في كندا. هو هذا المفتاح لك للبقاء. شو هي جنسيته يلي أخذها ب6 أشهر؟ لا لا، أيامنا كنا نأخذها ب6 أشهر. مو الحكي هذا في 2000 قدمت 2011 12، قدمت ب 2012 تقريبا، كانت ب6 أشهر أيامنا. لجوء للفلسطينيين، إلى الأردنيين. شوف الموضوع، اللجوء للأردنيين كتير معقد، والقصص اللي بالي بالك المحكمة عندها ريفرنس يعني، حفظاهم وبصماهم يعني. إنك تيجي تروح جايب قصة واحد تاني إلا تكون قصة حقيقية يعني. قبل فترة أنا بعرف واحد إجا فعلا عليه قضية تار ومتار، وولاد عمه وإخوانه قتلين واحد وجالينهم وجلوة وقصة ويعني أنا بعرف قصته للزلمة. فقلت له تعال قدم لجوء هون ما دامك أنت مجلي، كان يروح على مصر ويشتغل بمصر. ففعلا اجى هون وقدم وراءه، وهلا بس بنتظر لسه. اما باقي المواضيع هاي بدك اثباتات يعني، بدي يكون معك اثباتات. شوف كل القصص، اي قصه قويه وفيها اثباتات وفيها دعائم هي اللي بتمشي. دكتور لو كندا لوين ماشي بهيك وضع، وهل في انفراجات قويه قريبه؟ والله شوف تحليلي الشخصي، يمكن انا مخطئ، انه راح تضلها ماشية للهاوية إلى أن تأتي حكومة جديدة وتحاول تغير اللي صار. صراحة الحكومة الحالية عملت أخطاء فادحة، وهاي الأخطاء دخلتنا في أخطاء أكبر وأكبر، وهم زي اللي واقع في جورة بعيد عنكم ولا حابب يطلع عشان يبين إنه غلط، ولا وعجباه القعدة، خلص اتعود على اللي موجود فيها. هل الحكومة الثانية حتكون أحسن إنك إحنا جالية عربية ومسلمة؟ لا، بس هل أحسن للكنديين؟ أتوقع حيكون في تغيرات كبيرة، حيكون في كت كثير، وفي مواضيع الهجرة بالذات، لأنه هم هذا الحزب اللي هم الكونزرفاتيز بلوموا المهاجرين الجدد أو السياسات تبعت الهجرة لكثير شغلات، منها الضغط على النظام الصحي، الضغط على المدارس، الضغط على البيوت. فأتوقع أنهم رح يلغوا مواضيع الهجرة، أو حيقننوها بشكل، مش حيلغوها نهائيا بس حيقننوها بشكل كبير. يعني أحكي لكم مثال، أيام الحكومة الكونزرفاتيفز السابقة كان عدد العاملين الأجانب في كندا من 20 ل 25، ماكسيموم كان يصل 30 ألف، هلأ بوصلوا لنص مليون وستمائة ألف. فشوف الفرق. أوكي، ودول طبعا بقول لك عم بأخذوا من المحليين، الناس المحليين. مثلا أخونا هذا من المغرب، فتحوا له الأوكران، فتحوا لهم الآن أهل غزة، فتحوا لهم اللي هم work permit يجوا يشتغلوا هون. هدول كلهم مؤقت 3 سنوات ولازم يروح أو يجدد. فأتوقع أنه إذا إجت الحكومة الكونزرفاتيف حتلغي كل هدول. فهل حيصير انفراج قريب؟
الموضوع كتير صعب يعني. هو يتأثر، احنا لسه بنتأثر بأمريكا وبالانتخابات اللي بتصير في أمريكا، فالموضوع مش شو اسمه. سامر جواز، حامل جواز سفر مؤقت، هل يقبل اللجوء له؟ شوف سامر، خلينا اشرحها لك وللكل. اذا انت بتقدر تيجي هجره احسن لك بكثير، لانه موضوع اللجوء في كندا حياخذ منك سنتين لثلاث سنين. فاذا انت بتيجي تقدر تيجي هجره، والان في برنامج هذا الاي ام بي بي، اذا انت لاجئ في الاردن يعني معك جواز سفر مؤقت، هذا يثبت انك لاجئ. اذا معك ايلتس تواصل معي، بساعدك او بخليك توصل لمحامي او محاميه بساعدوك في موضوع اي ام بي بي، بست سبعة اشهر بتكون هون حاصل على الاقامه الدائمه. اما موضوع اللجوء، انك تيجي هون وتقدم لجوء في المطار، اول شيء تقدم فيزا، الله اعلم تحصل على الفيزا ولا ما تحصل. في ناس لسه ما قدم على الفيزا وبفكر في الموضوع. الان بعد ما توصل على الفيزا بدك قصه قويه، بدك تقعد تستنى سنه سنتين قبل ما تشوف القاضي، القاضي لما يحكم لك بدك تستنى سنه سنتين قبل ما توصل على الاقامه الدائمه. احكي لك عن 4 سنين. ليش تضيع من عمرك وفي برامج اسهل؟ هلا الاشخاص اللي ما عندهم برامج او مش مؤهلين لبرامج، انا بقول لك يس. فاذا انت ناوي فعلا جاد، مش شغل حكي، انا بيجيني كثير ناس وبلغيهم صراحه، بعملهم بلوك لانه مبين من حكي وقاعد شوبينج فور ايميجريشن. ما بينفع، الموضوع مش شوبينج يا جماعه. الهجره بدها دراسه، بدك تجلس انت ومرتك واولادك وعيلتك وامك وابوك، فيها غربه، فيها بدك تحسبها بالورقه والقلم. شغلك هون احسن غاد، موضوع صعوبة كل الأمور هاي. فأنا الصراحة بتألم لما بشوف الناس قاعدين هيك، قاعد على قهوة ولا على كوفي وبتلاقيه بأرجل كيف بيطلع كندا؟ كيف تطلع كندا؟ إيش أنت قاعد لي في أرجيلة ومطعم ولا؟ فالموضوع سيريس يا جماعة، هذا مستقبلك، مستقبل أولادك، تربية الأولاد، فكر في المواضيع هاي، كل هالمواضيع لازم تفكر فيها. مارتيا، شكرا أستاذ. إذا عقد العمل مفتوح بدنا الحق نجدده حتى لو أخذناه بسبب، طبعا لو أخذتيه بأي سبب له تاريخ نهاية. أوكي، أنت ما أخذتها بسبب الزلزال اللي في المغرب، له تاريخ نهاية. تاريخ النهاية إذا لازم تجدديه، إذا جددوا لك إياه بحق لك تستمر في الحياة في كندا، إذا ما جددوا لك إياه بروحوك بقولوا لك خلاص دن. وإذا ما جددتي أنت بتكوني مخالفة في الحياة في كندا. فأي سواء الأوكران عليهم تجديد، الفلسطينيين الغزاز ولما يجوا راح يعطوهم عقد عمل مفتوح 3 سنين، عليهم تجديد بعد 3 سنين، كله نفس الشيء. يس طيب معلش عذروني، أنا من اللي بيجيني وبشوفه بحكي معك وطبعا فضفضة، ولكن صراحة في ناس لازم تضربها على هيك زي ما بيحكوا كف عشان تصحصحها، لأنه نايمة بالعسل، فلازم نكون قاسين شوية مع بعض. أنا بحكي في مثل كانت ستي تحكي لي الله يرحمها، يا الله يرحم اللي بكاني وبكى علي، والله لا يوفق اللي ضحكني وضحك الناس علي. في ناس بتروح عليها مثلا من هيك مستشارين موضوع سهل، قدم خلينا نشوف، يلا جرب هذا البرنامج، هو لا ينطبق عليه نهائيا ولا إله خص في البرنامج. وهي 30,000 بهاي شاب صاحبنا هلا قاعد بحكي لنا 30,000 ناصب عليه، واخر شيء ايش بدي اقول له؟ والله انا قدمت لك ما وافق عليك، شو اسوي لك؟ فانتبهوا من هالجماعه، انتبهوا، لانه للاسف النصابين كثار 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 في البلد للاسف، وفي البلاد عندنا يعني، وخاصه في هاي المواضيع، لانه للاسف الناس لا تجتهد في الموضوع. يعني ما بتدور على واحد امين معروف له اسم له سمعه صادق، حتى لو قال لي ما بزبط بس صدق معي. فان كليب، محتاج لمحاسب لتقديم قرض مشروع صغير. إذا أنت في أوتوا في كتير محاسبين، في إبراهيم مرعشلي، في رامي قهوجي، هذول 2 مشهورين كتير ممكن تروح عليهم. بس إذا في مدينة تانية اكتب accountant near me بطلع لك.
انا نصب علي واحد اسمه ليث الكعبي وما رجع لي فلوسه، الله يعينكم. كتير نصابين للاسف، ولما بيجي بدك تتعامل معه بقول لك اوه انا نصب علي فلان وانا مش مصدق حدا. استاذ جمال خبرهم اللجوء لازم يشتغل ويدفع ضرائب، مش يقعد على الويلفير كرمال الكريدت بيساعده. مظبوط اللي بتحكيه او بحكيه الاستاذ محمد، مظبوط. هلا لما تيجي هون على اللجوء وتقدم لجوء، طبعا من الافضل انك لما بدك تقدم وراءك لما ايش سويت في كندا تبين انك اشتغلت، انك كنت جزء من المجتمع المحلي، عملت فولنتير. هاي الشغلات كتير بتساعدك في الملف، لانه الناس كتير ما بتفكر فيها، بتقعد على الويلفير عشان تشتغل بالكاش، وبعديها لما يجي الملف بقدرش يثبت اشي. كلمة عمار الرسم والفنون بسأل، كلمة في إطار التنفيذ في الملف شو يعني؟ مش فاهم. رامي غير مختص بالمشاريع كلمته. رامي قهوجي. إذا أنت في أوتوا، كلم غيره. والله ما بعرف إذا هلا مختص مشاريع أو مشاريع، I don't know. يعني under process. بجاوب حدا. اوكي، صباح الخير دكتور، لو سمحت في برنامج دراسة يعطيني إقامة بعد ما أخلص دراسة. شوفوا برامج الدراسة، أنا جوجل هذا بحكي جوجل عجبني الاسم. شوفوا برامج الدراسة أنا لما كنت أحكي عنها كانوا الناس تضحك علي وتعصب وأنت بتكذب على الناس. برامج الدراسة هاي الواحد بده يدرس يا جماعة، ويمكن بعدها يقدم إقامة دائمة. أما في برنامج دراسة يوصلك دايركت للإقامة الدائمة، ما في. برامج دراسة بدك تخلص دراسة تدرس مدة معينة، بعدين تخلص تشتغل في كندا مدة معينة، بعدين تقدم للإكسبرس انتري. أوكي، هلا شو فائدة الدراسة والعمل في كندا؟ أعطتك نقاط معينة أو دخلت على برنامج معين. أما صراحة المبلغ اللي صرفته هذا ممكن كان تستثمر بنفسك وتقدم على الإكسبرس انتري مباشرة وما تضيع 4 سنين من عمرك. فاللي ما بده يجي يدرس دراسة، أنا بشوف المشكلة إنه هلأ عم بعقدوا الأمور، لأنه للأسف الناس استغلوا هذا البرنامج، برامج الدراسة، بيجوا هون ما بدرسوا، بتركوا المعاهد، بده يشتغلوا على إنه يطلع له شوية فلوس، وآخر شيء لا بأخذ دراسة ولا بيشتغل ولا بحصل إقامة دائمة، وآخرها يعني بصير illegal. فالموضوع معك مصاري تعالوا درس، أما إذا بدك إقامة دائمة مش هاي أفضل طريقة. في رسائل، سوري. مين البنك اللي تنصحه كقروض؟ في البزنس ديفلوبمنت بنك في كندا، هذا أشهر بنك بعطي قروض للمشاريع. باقي البنوك بتعطي، بس هذا بس للبزنس. أنا رفضت جميع المساعدات الحكومية وطلبت إذن عمل واشتغلت كله كرمال قضية اللجوء، لأنه كندا بدها مين يشتغل ويدفع مش الحكومة تدفع له. مظبوط اللي بتحكيه، خاصة في موضوع اللجوء. موضوع اللجوء كتير بركزوا على شو أنت سويت في المجتمع، هل دفعت ضرائب، هل اشتغلت، هل عملت فولنتير، هل اتطوعت في المجتمع المحلي ولو 10 ساعات بكل الفترة، 20 ساعة، ممتاز. الدراسة في كندا مجانا؟ لمين مجانا؟ حتى الكندي بيدفع، ما في مجانا دراسة في كندا. الدراسة الابتدائية والإعدادية للصف 12 مجانا، بس غير هيك للكندي طبعا والمقيم الدائم والمقيم المؤقت مجانا. الدراسة الجامعية لا، عكس، غالية كتير. في بنك اسمه RBC، في كتير بنوك، بس البنك بنك اوف ديفلوبمنت اوف كندا هو مشهور بالبزنسز، وما بعطي للناس العاديين بس للبزنس. يحيى بيسأل، في كيبيك سحبوا عامل خبرة، يعني بعد عامين دراسة تقدم إقامة، تقدم على الإقامة. ممتاز، ممتاز. بدك تقدم لسه على الإقامة، والله أعلم يختاروك ولا لا، ما هون المشكلة.
لأنك أنت لازم بكيبيك الإكسبرس إنتري يختاروك. شو هيدي خدمة المجتمع؟ مثل شو؟ تروح مثلا فالنتير مثلا في باربيكيو لمؤسسة غير ربحية، تروح تساعد فيه وبعطوك شهادة في النهاية. في مثلا CIBN اللي هم تبعون الضرير هذا، تروح تقعد تقضي لك ساعتين بالأسبوع مع واحد ضرير، تودي شوبينج أو إشي، هاي بحبوها كتير. مثلا تعمل تنظيف الحي مع سيتي اوف اوتوا، كل سنة بسووا مرتين بالشتاء وبالخريف، هاي بعطوك فيها شهادة. الشهادة هاي كتير بتساعدك في مواضيع اللجوء. ما شاء الله عندنا 45 شخص ما عندهمش أسئلة. طيب إذا ما عندكم أسئلة يا جماعة عشان ما نضيع وقتكم حرام، إن شاء الله محمد تكون وصلت الفكرة اللي بتحكيه أنت 100% صح. بس أنا نصيحتي تسوي لك كم ساعة مع هيك مؤسسات، كتير بيساعدك هذا كتير. وكل ما كانت تعدد مؤسسات، بس أنت سويت هون 14 ساعات غاد 5-6 ساعات بيكون كويس، وخاصة إذا سويت بمؤسسة واحدة وعارفين إنك مقدم لجوء ممكن يعطوك بسموها letter of support، إنه أنت يعني هم بيدعموك و و و هاي بتساعدك، هم بيحترموا المؤسسات المحلية. طيب الساعة 3، في حدا يا جماعة عنده أسئلة؟ ويا يحيى انا بس بدي اذكرك موضوع الدراسه، خلينا نمشي شوي انجز نمشي قدام. موضوع الدراسه قد يتغير، يعني قديش بالثلاث اشهر الماضيه الوزير غير موضوع الدراسه وما الدراسه يمكن حوالي 7 مرات 8 مرات. انا اتوقع اذا اجت حكومه جديده حيغيروا القوانين كلها على موضوع الدراسه، لانه في جماعات انتو بتعرفوا مين هي استغلت موضوع الدراسة لصالحها بطريقة، ودخلت على كندا عشان تدرس وطبعا ما درست، وقصة كبيرة، ولقوا في كولجز بسموها تحت الطاولة هاي. أستاذي هل ممكن أطلب إقامة دائمة بكيبيك بعد 6 أشهر من إعطائي Work Validation المشغل؟ لا طبعا، إيش خص هاي بهاي؟ الـ Work Validation أو الـ Work Permit أو الشغل تبعك بأهلك إنك تدخل في برنامج من برامج المقاطعة هاي لكيبيك. إذا هذا البرنامج أنت بده 6 أشهر you are ready، اذا بده اكثر you are not ready. فهو الفتره مش والله ما في شيء هيك فاينل كات زي ما بيحكوا، اشتغل سنتين وبعديها حد حاخذ الاقامه الدائمه. لا، انت في برامج له شروط، احد الشروط هاي احدها بيكون اللي هو السنتين او ال6 أشهر في مقاطعه كيبيك. هل يوجد لجوء لاختلاف الجنسيه بين الزوج والزوجه؟ ايش يعني؟ لا، ما فيش شيء اسمه اختلاف الزوج والزوجة. اللجوء بسبب عليك خطر في حياتك. هلا اذا زواجكو بسبب خطر اوكي، اما واحد اردني متجوز واحدة اوكرانية عشان هيك ياخذوا لجوء، لا ايش خاص الموضوع. اما اذا اهلك واهلها رفضوا هذا الموضوع وعندك ما يثبت ذلك وتحديد على حياتك وحياتها، اختلف الموضوع. اما عشان انتو السؤال زي ما انت كاتبه عشان يختلف الجنسية، الاف الحالات هم جنسيات مختلفة متجوزة. بنتي مسجلة بالامم، سوت مقابلة واحدة لهلا ما حكوا معها من سنتين، كيف فيني اجيبها انا بكندا وهي بتركيا؟ طيب، في البرنامج هذا اللي حكيت لك عليه EMPP، هذا البرنامج سهل جدا. بنتك لازم تقدم امتحان الايلتس، تجيب على الاقل 5، الورقه اللي معها من الامم المتحده بتكفي، جواز سفرها لازم يكون معها، هي خارج بلدها يكون معها شهاده تعليميه
هاي الامور بس ساعتها بتقدري تجيبيها. غير هيك بدك تقدمي لها يا اما جروب اوف 5 تاخذ لها سنتين لثلاث سنين. البرنامج الاول اللي حكيت لك عنه باخذ 6 اشهر تقريبا. جروب اوف 5 تقدمي لها باخذ حوالي من سنتين ثلاث سنين. او بدك تلاقي مؤسسة دينية، كنيسة، جامعة بيقبلوا طلبات الآن وتجيبيها عن طريقهم، تأخذ لها another 3 years. Riverside South. والله منورة منطقة. كيف عرفت يا وال من المشية هاي؟ سبحان الله، حياك الله. يس أنا بريفرسايد ساوث. بتروح على أوكفيل، مشبه عليك حدا بقعد مكان هناك، مش عارف انت. لا مش انا، والله مش انا، انا قليل يمكن مرتين رحت اوكفيل في حياتي. انا مسلم، اتزوج، اذا مسلم تزوج مسيحية بيقدر يجي يقدم لجوء من الاردن. مرة تانية بحكي لك، اذا هذا المسلم والمسيحية هاي عليهم خطر في حياتهم، خطر على حياتهم، مش والله امها مش عاجبها ولا ابوه مش عاجبه، خطر على حياتهم، بيهدد حياتهم، بيقدروا يقدموا لجوء. غير هيك ما مش عشان مسيحي ومسلمة و ما الحكي ما فيه. بونجور، كومبيان بون لا اتر فيريفيكاسيون دي سيكوريتي بور لا ديماند دو ريزيدونس بيرمانون. ما حد بيعرف يا زيد. يعني سيس موا اوناني، التقينا بالمسجد. هلا بالغالي، هلا حياك الله يوفقك. شوفوا لقاء المساجد، الله يزود من هذه اللقاءات الجميلة. هي ما هي دراسة ولا جوزها، هي مش دارسة ولا جوزها وعندها بنتين صغار. معناها زي ما حكيت لك، بدك خليه بدرسوا كوليج، يدرسوا شغلة تفيدهم يعني. بس إذا ما بدهم يدرسوا، ما عندهم لغة إنجليزي، ما لهم غير يا يستنوا الأمم المتحدة، يا إما تسوي لهم جروب أوف فايف، ما في شيء تاني، أو الكوميونيتي سبونسرشيب. شو الإثباتات التي يجب عشان يبين إنه خطر؟ طيب أنا بحكيها لكل شخص بده يقدم لجوء. شو الإثباتات؟ وراء أنت حطها قدامك، وحط أعمل حالك أنت القاضي. هل وراء هاي تثبت انه انت عليك خطر؟ تحديد شهادات من اشخاص عندك في الاولاد، اصحابك، اخوك، اختها، عمك، عمها، اي حدا يعمل شهادة. الشهادة طبعا اكتبها بالعربي بعدين بترجموها. رسائل واتساب اثبات بذلك. يمكن مثلا الموضوع طلع على الجرائد وانكتب اسمهم، تبري من العائلة، في أحيانا بتبروا من فلان بسبب كذا. كل هاي الشغلات ممكن تفيدك. الرد الأخير طبعا للقاضي. في واحدة بالأردن مدرسة عربية الأصل، عربي الأصل، الأصل سورية، كيف بدها تقدم على كندا زيها زي غيرها؟ زي ما حكينا، إذا معها لغة إنجليزية وهي سورية وعايشة بالأردن ومعها ورقة اليو ان، تقدم على الـ EMPP. غير هيك بدها تسوي تشوف مستشار هجرة وتجلس معاه. بدون لغة إنجليزية ما في هجرة، بس خلينا نكون واضحين، إذا معها لغة إنجليزية تبدأ مع مستشار هجرة، بيشوف لها شو النقاط اللي عندها، قديش عمرها، متزوجة مش متزوجة، كل هاي الأمور بتبين معها شو البرنامج. برامج في حوالي 40 برنامج هجرة لكندا. شو أفضل برنامج؟ شو بنطبق عليها؟ مستر، انصحني بأفضل وأقصى برنامج دراسي في كندا بهدف العمل والاستقرار. ما بنصحك بالنهاية إنك تيجي تدرس صراحة. جماعتنا ما معهم فلوس يجي يدرسوا، ما ننضحك على بعض. إذا ما درست في الحقيقة موضوع صعب جدا، والدراسة هون مكلفة، تحكي عن 40-50 ألف. معك 40-50 ألف أنت تدفعهم بالسنة دراسة، واللي بقول لك بشتغل وبدرس، أنت جاي تدرس بلغة إنجليزية، جاي تدرس مع كنديين،
يعني عشان تنجح بدك تقعد لك 8 ساعات 7 ساعات بس تدرس. ف انا ما بنصح صراحة، عشان تستقر خذ الاقصر، البرنامج الاقصر اللي هو يا اما بتيجي هجرة عمل بعدين بتدبر حالك، او بتجيب احد برامج الهجرة. استاذي انت بتشتغل بالهجرة؟ انا شخص مقدم لجوء وبدي اجيب والدتي، هي لوحدها بتركيا ولا يوجد لديها معين. طيب عادل، هلا اذا انت مقدم لجوء ولسه ما طلع قرار اللجوء بتقدرش تجيبها، تقدر بس تقدم فيزا بشكل عام، هي تقدم فيزا زيارة. والافضل ما تحط اسمك لانك انت شكلك جاي على فيزا وكسرت الفيزا وعملت لجوء، اوكي، لانه حيضرها. لان بس يوافقوا لك على اللجوء وتشتغل تقدر تقدم على شغلة اسمها سوبر فيزا، بتقدر تجيب امك وتقعد معك هون، بتشتري لها تأمين صحي وبتقعد معك زي معززة مكرمة. كل اول بعد 5 سنين لازم تطلع، الفيزا مدتها 10 سنين. جميلة جدا هاي الفيزا، بس الحكومة ما بتصرف عليها ولا شيء، وما بتقدر تقدم اي ثينك لجوء في هذيك الفيزا. السلام عليكم ورحمة الله. عندي بنتي هي وجوزها، عندها ولدين وعندهم ملف بالأمم لكن ما عم يرضوا. شوف والله، شوف الأمم يعني وكالة اللاجئين هاي الآن عليهم ضغط كثير، أنا مش عم بشوف ناس كثير عم تيجي من سوريا صراحة، فلا لا لا تستغربوا يعني. ما أتوقع إنه في صار دول أكثر عندهم لجوء. أتوقع أنا موضوع اللاجئين السوريين اللي موجودين في الأردن بدوا الآن يحكوا عنه، إنه في ترجيع في لبنان، عم بيضغطوا بدهم يرجعوهم، اللي في تركيا عم بيحاولوا. فصراحة لا أتوقع يعني، لا أخفيكم، خاصة السوريين الآن شو في برامج. أنا حكيت هذا البرنامج EMPP، إذا هي متعلمة وعندها لغة إنجليزية أو هو جوزها متعلم ممكن يقدموا عليه، حتى لو برنامج دراسة تقني. طبعا اي برنامج، انت اجنبي انت جاي هون، يعني الكندي بكلفه الدراسه اقل شيء 10,000 بالسنه، 15,000 الكندي، انت بدك كلفك 30، بدك حياه واكل وشرب، بدك كمان 20-30، فالموضوع مكلف. واخر شيء يا جماعه والله ما حيفيدك، انا هيني بحلف لك بالله، الحكومه اللي جاي اذا اجت وحتيجي هي هتلغي موضوع الدراسة، هدول الدارسين كلهم هيلغوا كل شيء. انت بتحكي بعد 3 سنين، الحكومة جاي بعد 2، الجاي هتيجي بشهر 10، حتى أقل من 2، سنة وكم شهر، شهر 10 2025 حيصير لنا انتخابات إذا ما صارت أبكر. ما عم يرضوا يمشوها، ما حد حيمشيها يا أختي، ما يعني الموضوع هي عايشة بتركيا. أوكي الله ينهى. كم بكلف التأمين الصحي لحامل فيزا زيارة؟ حسب عمره، حسب عمره والأمراض يعني. إذا عمره أقل 65 فما أقل له سعر، إذا عمره 65 لل 75 له سعر، 75 فما فوق له سعر، عنده أمراض مزمنة وما عنده أمراض مزمنة. بدك تشوف مدة التأمين، كل ما طولت المدة كل ما رخص. شركات تأمين كثيرة، أنا سويت للوالدة الله يحفظك ويحفظها، عمرها 73، كلفني حوالي $1,000 6 أشهر. كيف الحصول على تصريح عمل لصاحب فيزا زيارة؟ أي واحد مع فيزا زيارة بده مشغل عنده شغل اسمها LMIA أو يقدم على LMIA، ساعتها بيقدر يحول له فيزا زيارة إلى تصريح عمل. شو موضوع LMIA؟ قصة طويلة ممكن نحكي فيها. وعليكم السلام. أنا مقدم لجوء، أخي تنصحني يقدم ولا بأثر عليه؟ أنا مقدم لجوء وأخي تنصحني يقدم تسألني عن أخوك إنه يقدم فيزا ولا ما يقدم ولا بتأثر عليه؟ لا يقدم فيزا، إيش مشكلة؟ يقدم فيزا. ممكن أعرف البرنامج الهجرة على عجالة؟ لو برامج الهجرة على عجالة 40 برنامج. يا مستر 40 برنامج، أكثر من 40 برنامج، ما فيش فيه عجالة. الموضوع في موقع يعني، هذا الموضوع برامج الهجرة بدرسوه المستشارين سنة ونص، بده لايفات. لا ما بتقدر يعني، حتى مستشار الهجرة بقعد ما بشرح لك، وبقول لك بسمع منك
بفكر هيك، بشوف اي برنامج بنطبق عليك، بروح بدرس ملفك وبقول لك هذا البرنامج بنطبق عليه. ما في شيء والله هيك شرح لنا برامج الهجرة. صعب. سوري وعنده جنسية تركية، هل يستطيع الحصول على فيزا سياحية لكندا؟ طبعا، ليش لا؟ اي واحد حتى لو انه سوري بيقدر يقدم على فيزا. بعطوه ما بعطوه، هذا في ناس بعطوهم، انا بعرف سوريين يجوا على فيزا الزيارة وقدموا لجوء، فاذا معاه اي جنسية بيقدر يقدم عليها. فتحي اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله اخي فتحي. اذا واحد معاه الجنسية الكندية هل يستطيع سحب امه؟ طيب سام، خلينا نحكي عن الام والاب. اوكي، الام والاب تقدر تجيبهم بثلاث طرق لكندا. في طريقة اسمها ال sponsorship، هدول برنامج بتقدم له كل سنتين سنة بنزلوه، هلأ لهم 4 سنين مش منزلينه، وانت بحظك. له شروط كثيرة، كل سنة بغيروا في قوانينه، مرة بسووا سحبة، مرة بسووا first come first serve. المهم هذا بخذ له سنتين لثلاث سنين، بتقدم تيجي امك اقامة دائمة معها، اقامة زيك زيها، بستفيد من برامج الحكومة اللي هي التأمين الصحي والأمور اللي زي هيك، ولكن ما بتستطيع تقدم على old age security، ما بتستطيع تقدم ولا على مصاري، ما بتأخذ أي مصاري من الحكومة. أوكي، welfare ما بتقدر تقدم، disability ما بتقدر تقدم، لأنك أنت موقف في الطلب إن عملها sponsorship. 10 سنين ممنوع تقدم على شغل. الشغلة الثانية بتقدم لها فيزا عادية، بتيجي 6 أشهر وبتروح، بتطلع أمريكا، بتطلع على كوبا، بترجع كل 6 أشهر. عادة هاي الفيزا بتعطوها لمدة الجواز، بسموها فيزا عادية. أوكي، الشغلة الثالثة اللي هي السوبر فيزا، هاي بيكون فيها شروط، إنك تشتري لها تأمين صحي لمدة سنة، إنك يكون عندك دخل لا يقل عن 80,000 حسب عدد أفراد العائلة أو أنت وزوجتك يعني مع بعض، وإنه بس. وهي بتاخذ لها حوالي من 6 ل 9 اشهر الفيزا البروسيسنج تبعها، ولكن بعطوها فيزا مدتها 10 سنين بغض النظر على الجواز سفر، تقدر تقعد 5 سنين وبعديها تطلع وترجع تقعد كمان 5 سنين. هاي الثلاث طرق اللي فسحب الام، ما فيش شيء سحب الام، في يا اما سبونسرشيب يا فيزا يا سوبر فيزا. دكتور شخص عمره 32 سنه ومعاه مبلغ مالي جيد ودارس جامعة، برأيك إيه أفضل برنامج هجرة له؟ ما كل اللي حكيت لي هذا، ما العمر بس اللي بفيده، أما مبلغ عنده جيد مش جيد، في عالي مش عالي، المهم يكون أكثر من المبلغ اللي بدها إياه الحكومة. لأن هذا لغته الإنجليزية كيف، متزوج مش متزوج، في كتير أسئلة لازم تنسان. ممكن تحكي من خلال خبرتك عن اللجوء اللي بيجي من دول آمنة؟ طيب الدول هلا بغض النظر من وين جاي، دولة آمنة، دولة مش آمنة، دولة فيها حرب، فيش فيها حرب، لجوء نفسه. عشان اللي بحكي لك انه هدول اللي جايين من دول آمنة ما بتعالج طلباتهم صح، واللي جايين من دول فيها حرب، انا بعرف ناس اجوا من فلسطين رفضت لجوءهم، وناس اجوا من سوريا ورفض لجوءهم. قصة اللجوء هي اهم شيء، قصة اللجوء. إذا أنت عندك قصة مقنعة، أنت لما بتقرأها بتقتنع أنت صاحبها، واحد. إذا ما عندك هذا الحكي لا تقدم. فاللجوء لازم يكون في خطر على حياتك الشخصية، لأحد الأسباب الخمسة اللي موضحها القانون الكندي، على حياتك الشخصية. مش والله الوضع الاقتصادي في البلد مش ظابط وأنا مش لاقي شغل إلي 10 سنين، لا، هذا ما هذا مش الناس عايشة زيها زيك، في شباب كتير غد. هل الحكومة الجديدة ممكن تأثر سلبيا على المقبولين باللجوء غير الحاصلين بعد على إقامة دائمة؟ شوف، اللي قبل خلص ما بيقدروا، مدام فيها قرار محكمة عادة ما بيصير استرجاع في الموضوع إلا، أو نكش في القضايا إلا إذا بيّن في كذب، بيّن في قصة، صار في عملية إرهاب، إشي زي هيك، هذه يس بينكشوا لك في الموضوع. بس إذا هذا لا، ما حينكشوا في الماضي، المستقبلي هم اللي حيأثر عليهم. أنا متأكد إنه الحكومة الجديدة حتغير قوانين العمال المؤقتين اللي هم هدول عقود العمل المؤقتة، الدراسة واللجوء. أنا 100% حيخلوا بس مواضيع الإكسبرس إنتري، وممكن يزودوا شوية من البزنس فيزاز هدول لأنه مش موجودين هلأ.
السوبر فيزا تحتاج إلى تأمين صحي 100%، بدون تأمين صحي لا تقدم على السوبر فيزا. لازم أقل إشي يكون مدته سنة من شركة كندية، بيشترطوا شركة كندية في التأمين الصحي تبع السوبر فيزا. ابني مهندس عمره 24 سنة، الله يخلي لك إياه ويحفظه. ما بفيدني إشي هذا الحكي إذا بدي أحكي لك على الهجرة، أما إذا بتعرفينا فيه، إذا لقينا له صبية عروس مش غلط. في حوالي 22 سؤال أو يس 22 سؤال بنسأله عشان to determine إذا هو ممكن يروح على الإكسبرس إنتري ولا لا. فكلمة وكلمتين ما 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 حد هذا، بدك تقعدي تعمل أسسمنت مع محامي. لغته جيدة، كيف لغته؟ لغته بدي آيلتس 7 8. هلا إذا جاب 8 وعلى الحكي اللي بتحكيه ممكن يقدم على الإكسبرس إنتري، بس الأفضل إنه يكون إذا عنده ليش دارس هندسة. أنت حكيت لي ولا أنا مش متذكر صراحة. خلينا أرجع للسؤال. دارس جامعة، إيش دارس؟ الآن بيركزوا على يا إما الميديكال فيلد أو الستيم اللي هو ساينس تكنولوجي إنجينيرينج وماث، هدول اللي بركزوا عليهم، وخاصة إذا معاه لغة فرنسي ممتاز. فيزا عادية إيش قد تكلف لبنتي وجوزها وبنتين مشكور؟ إذا أنت بدك تقدمي لحالها كل واحد 190 دولار، أعتقد البنات الصغار بس 100 دولار. أما إذا بتقدم عن طريق مكتب، كل مكتب، في مكاتب تأخذ 1000، في مكاتب تأخذ 1500، في مكاتب تأخذ 7 حسب المكتب على الشخص. كل مكتب أنا بعرف مكاتب تأخذ 7000، بس إيش بدلوكي في VIPs يعني. فكله بيعتمد على أنت إيش قديش تدفع. بعد إذنك إذا فيك تفيدنا، أنا في كندا صار لي 3 سنوات بس لسه ما أخذت الجنسية، فيني جيب بناتي متزوجين؟ بناتك لا متزوجين؟ لا أخذتي ولا ما أخذتي الجنسية؟ ما بتجيبيهم، بدك تقدمين لهم هجرة. أما مدامهم مش أنت معيلة لهم، يعني أعمارهم مش أقل الـ 21، في استثناءات فوق الـ 21 بس عشان هم مش متزوجين أوردي، بغض النظر عن عمرهم لا، بدك تجيبيهم عادي يعني برنامج هجرة. أما إشي تاني ما في، في طريقة أجيب أهلي غير مين؟ أهلك سوبر فيزا للوالد والوالدة. مين بتحكي أهلك؟ أهلك أحيانا إحنا الأهل بيحكوا عن الزوجة، إمك وأبوك. فحكينا 3 طرق: سوبر فيزا، سبونسرشيب، وهي مسكرة هلأ، أو فيزا عادية مش غيرهم. أو ممكن تقدم هجرة، يعني أنا بعرف في واحد جاب أبوه وأمه قدم لهم برنامج هجرة على هذا الـ EMPP، لأنه أبوه وأمه عندهم شو اسمه، أبوه لغته الإنجليزية كويسة، عمره 65 بس لغته الإنجليزية كويسة، وهذا البرنامج ما له خاص بالعمر، ويجوا بعد 6 أشهر. كم يطول التقديم على اللجوء بعد الوصول إلى كندا أنس؟ التقديم على اللجوء بيصير يا إما عند المطار وانت داخل على كندا، او بعدها بفترة بسيطة، يعني ما بتقدرش تقعد لك 4-5 أشهر. فكم يطول انت بيعتمد عليك ايش بدك اياه. فادي الله يمسيك، هلا بفادي، حياك الله فادي، من الناس الطيبين جدا، حياك الله. تو ماري لمين بسأل؟ فلسطيني بيقدر يقدم لجوء؟ برجع بحكي اي جنسية في العالم تقدر تقدم لجوء، حتى لو انك من امريكا بتقدر تقدم لجوء بغض النظر. ابني دارس هندسة كهرباء فلسطيني ممتاز، عمره 24 سنة، ممكن يعمل لجوء اذا عليه خطر في بلده، بيقدر يقدم لجوء بعد ما يدخل كندا. دكتور اللي بدرس بكندا مو سهل يحصل فرصة عمل وإقامة كونه دارس بكندا؟ أنا بعرف ناس إلهم سنة ونص متخرجين مش لاقيين شغل بوظيفتهم، عم بيشتغلوا في تيم هورتون وتيم هورتون اللي هو كافي شوب، وبتدللوا عليهم صاحب الشغل بيقول له مش عاجبك بجيب هنود معنا. فلا مش سهل. أيوة أبوي وأمي، حكيت لك 3 شغلات يا جيوس ومش عارف أنس. بعد التقديم على اللجوء من داخل كندا يستطيع الحصول على منافع الدولة، تأمين صحي، رواتب أطفال، ويلفير. أوكي، شو اللي بتستفيد منه بعد التقديم على اللجوء على كندا؟ التقديم على اللجوء في كندا بتقدر تستفيد من التأمين الصحي،
بعطوك ورك بيرميت مفتوح تقدر تشتغل. اذا ما بتشتغل وما معك فلوس، اذا ما بتشتغل وما معك فلوس بعطوك ويلفير اللي هو 750 730 دولار يمكن على الادلت، اللي هو ما بكفوك اجار بيت. اما رواتب اطفال ما بتاخذهم الا لما القاضي يحكم بالقضيه اللي هو بعد سنه سنتين. EMPP هو برنامج معمول، خليني اشرح عنه مره ثانيه، معمول للاجئين المتعلمين. يعني اول شيء لازم يكون لاجئ معاه ما يثبت انه لاجئ، مثال كارت اونروا، وثيقة السفر الفلسطينية للمصري اللي في المصريين للمصري اللي بمصر، اللي بمصر اللي طالعة من لبنان، وثيقة السفر للفلسطينيين اللي طالعة من سوريا، واحدة منهم يكون خارج بلده. مثلا معاه ورقة اليو ان اتش سي ار تبعت السوريين، مسجل في الأمم المتحدة وهو موجود في تركيا، بينفع. يكون معاه شهادة كوليج أو إشي أو جامعة، يكون معاه امتحان انجليزي 4 أو 5 فما أعلى، وبس هاي الأربع شروط. هذا هو الاي ام بي بي، وبيجي خلال 6 أشهر تقريبا وبأخذ إقامة دائمة، يعني زيه زي الكندي. شوفوا يا جماعة، الأب والأم، الفيزا والسوبر فيزا ممنوع يشتغلوا، طبعا ما في تصريح عمل. سوبر اسمها فيزا، فيزا فيزا زيارة، هدول جايين يقعدوا عندك، ما بتقدر، ما بيقدروا يشتغلوا. Are you married to Marie؟ يا دهماني بتسألني أنا، ما سؤال أوكي، أنا married، شو استفدنا يعني؟ مش عارف أنا والله شو السؤال المهم هذا. أنس، أقصد مدة معالجة ملف اللجوء من 1.5 لـ 2 سنين، ملف اللجوء. Pourquoi la majorité des Russes sont mariés؟ لا، لأنه ملوش خص، إحنا بنحكي عن موضوع الهجرة وما الهجرة، وأنت بتقول لي أنت متزوج أو مش متزوج، فإيش خص الموضوع يعني؟ حابة أبشرك إنه بعد 37 يوم من التقديم على فيزة الزيارة، فادي يا الله جاء رفض. طب فادي بايش بنقدر نساعدك؟ بقدر في مؤسسة هون ممكن اخليها تساعدك، تبعت لك زي سبورت لتر، اذا بتنفعك هاي بلغني بحكي لك معهم وبعتوا لك اياها مجانا لعيونك يا باشا، اذا حابب ترجع تقدم. يفيدني بالموضوع صراحة. مستشارين هجرة خارج كندا انا ما بنصح بولا واحد بغض النظر، لانهم 90% منهم مش مصرحين من الحكومة الكندية. يعني إذا صار عندك مشكلة معاه ما بتقدر تشكي لكندا، بدك تشكي غاد، وغاد هتثبت. أوكي صراحة، غير هيك ما بعرف، ما بقدر أقول لك يعني. أنت وفراستك. أنا أردني الجنسية مش لجوء، فيش غير سوبر فيزا أو سبونسرشيب صح؟ لا، امك وابوك في فيزا، في سوبر فيزا وسبونسرشيب، بغض النظر شو انت هون في كندا. اذا معك اقامه او اقامه دائمه ومش على الويلفير تقدر تقدم لهم واحد من الثلاث. ابو فارس، طيب اذا كان ابني حاليا مخلص دراسه هندسه كهرباء ومعاه اقامه 11، معاه اقامه 11 فقط، مش فاهم شو معنى اقامه. اقامه وين؟ في الاردن، لغايه شهر 11. اوكي ابو فارس، ابنك معاه، خلينا ابو فارس، اذا ابنك معاه كارت اونروا، انا فهمت انه فلسطيني، اذا معاه كارت اونروا وهي معاه شهاده وهو خارج هذا ومعاه جواز سفر مش اردني، فاللي فهمته انا معاه اقامه في الاردن معناها انه معاه جواز سفر مش اردني، بيقدر يقدم على الاي ام بي. تواصل معي على الخاص، بوصلك بالمحامي يحكي، تحكي معاه مباشره. أخي هذا بيجي فيه إقامة دائمة خلال 6 أشهر بكون واصل. أخي سوري متزوج، هو في الأردن، سوري متزوج بالأردن، كيف بيقدم لجوء على كندا أو لازم حدا يقدم له من كندا؟ سوسن، السوري اللي موجود في كندا في الأردن أو في أو في تركيا أو في لبنان لا يستطيع يقدم على لجوء إلا عن طريق 3 طرق.
اليو ان اتش سي ار اللي هو منظمه الامم المتحده للاجئين لاغاثه واللاجئين، السبونسر شيب او جروب اوف فايف اللي هي انت لازم تجيبي له 5 اشخاص هون، او الكفالات اللي بسموها كفاله كنسيه عن طريق مؤسسات محليه انت لازم تدوري عليهم. وبالثلاث شغلات اليو ان اتش سي ار لازم تكون معطيها ورقه اعتراف لاجئ وليس تسجيل في اليو ان اتش سي ار، وانت فاهمه شو معناها والفرق بينها. ورقه اعتراف لاجئ، وهي هلا صعبه جدا، اذا ما معي الورقه ما بقدر اسوي اي شيء. ابو فارس ما يقدر يجددها طبعا لانه خلص دراسته. في هنا مؤسسات بتساعد الغزاويه اللي اجوا بشيء، في مؤسسات كثيره، كل مؤسسات تقريبا الحكوميه بتساعد. وين انت في اي مدينه، او انت يا اسماعيل في اي مدينه، بتدور على resettlement agencies، بسموها resettlement agencies في المدينة اللي انت فيها، وكلهم بيعطوك مساعدات. بس شو المساعدات اللي بدك اياها؟ فلوس ما بعطوا، food bank، في ممكن employment يحاولوا يساعدوك في العمل في الهاي هاي الشغلات، بس غير هيك ما في. Because the number one member of the team، يا اهلا وسهلا، في ناس عم بتحط send heart to me. لولوا بتقول send heart to me. لولوا اوكي احنا تواصلنا يا لولوا، اي ثينك انا وياكي، اهلا وسهلا فيكي. احنا حكينا على الموضوع هذا جست مش عارف ايش. يسعد مساكي، اهلا وسهلا فيكي. وانا لولوا من الناس اللي يعني نصحتها نصيحة خوية، ان شاء الله تتقبلها مني كأخ، يعني بحكي لك اياها على اللايف. على الله وعسى انه يكتب لك الخير، اذا فيها كندا خير الله يقدمه، واذا فيها شر الله يبعدها. بس انتبهي يا لولوا. انا قدمت على فيزا زيارة وعملت بصمات امنية ولكن للأسف رفضت. يا البصمات لا تعني شيء، والرفض هلأ في الاونة الاخيرة عم بكثر كثير. ممكن حد معاه اقامة دائمة يجيب اهله؟ طبعا. اخوة لا، أخوة إنسى، الأخوة ليس لا يدخل في أي شيء، أم وأب يس. أخوة أكبرهم من 18 وأصغرهم من أصغر من 18، الأخوة لا، اللي أصغر من 18 ممكن أقدم لهم فيز، واللي أكثر من 18 ممكن أقدم لهم فيز، بس هذا بيعتمد، بس الأم والأب بكون أسهل فيز. الأخوة الصغار ممكن برضو يأخذوا فيز مع الآباء. بس فيز، اما تقول لي سبونسرشيب ما في شيء للاخوه سبونسر. صار لي سنه ونص مقدم على الاقامه الدائمه والاميجريشن، قالوا لي انه ملفي باقي يعملوا شيك سكيورتي ويجي. والله يا انس مزبوط، في ناس اكثر مقدم، في ناس لها سنتين السكيورتي تشيك هذا اللي بتحججوا فيه. ممكن تقبل طلب الجست؟ طبعا فادي انت بتؤمر. ام سوري انا مش شايفك. هلا فادي، تسعد صباحك مساك ظهرك اللي بدك اياه. يعني شو الخبر السيء هذا؟ ليك اول شيء انا لما رحت بصمت وطلعت، والله العظيم يعني تعرف انا حاسس انه ملهاش لزوم، تعرف اللي هو بياخذ منك الاوراق وبزتها بال انا عارف، بس انا قلت بعدل 10 ايام 12 يوم خلص بتكون انقبلت، لانه هي العاده بترفض قبل هالايام هذه. 37 يوم، بعد 37 يوم رفضت. طبعا الاسباب واضحه ماشي، لانه الزياره جايه لمرتي او خيها اللي عملها للزياره، وهي ما اخذ اولادها وما اخذتني، فالعيله كامله فرفضت. هذا السبب الاول. السبب الثاني انه نسيب اللي عمل لي الزياره ماشي، بعد قبل ما ترفض بحوالي 7-8 ايام رجع على البلد، اجى على البلد جاب اولاده ومرته واولاده ورجعوا على البلد، فهمت؟ فكانت انا كنت عارف خلص يعني انه لازم ترفض ما دام انه رجع، انت جايبهم زياره لعندك وانت رايح لعندهم. هاي المشكله والله. شوف هو هو طيب. هو كمان بالوقت الحالي للاسف عم برفضوا على ابو جنبه طرف جنبه. هلا شوف نسيبي طيب خاطري، قال لي الاك بوادر الحكومة الجديدة، بوادر الانتخابات، في رفض دراسي، في رفض زيارة، في رفض بطريقة مزعجة. ف طبيعي ماشي. هلا انا السؤال بدي اسالك اياه، في عندي موضوع في مستشفى،
في كندا طالبه ممرضين، اوكي وبعثوا لهم العقد وخلصوا من كل شيء. نعم اوكي، المستشفى موجوده وقانونيه وتطلب وتجيب ومعروفه الطبيعي قديش بياخذ وقت لتخلص الامور، تخلص الاوراق. بالمستشفيات عادة سريعة بخلصوا لهم الأمور بسرعة، يعني بشهر شهرين بكونوا طالع أوراق. طيب إذا سافرت هي لحالها كممرضة، أولادها وزوجها إمتى بتأخذهم؟ يوجوالي إذا بعتوا لها فيزا ورك بيرميت دايركت تقدر تقدم لأولادها وجوزها، أو بعد ما تدخل زي ما بدها، بس تقدر تقدم دايركت. اللي عرفته من المستشفى الإدارة القانونية إنه بعد بسموها ثلاث سالاري، which is every 2 weeks salary، so بعد يعني شهر شهر ونص، ونص. ما بعرف هذا، صح؟ يمكن عنده قانونيا. لا، قانونيا اول ما يبعثوا لها الورك بيرميت تقدر تقدم معها قانونيا، بس يعني اذا يعني هذول المستشفى عندهم شيء سبيشال يمكن. يعني اول مره بسمع فيها ثلاث سالاريز. هذا اللي عرفته قانونيا، فما بعرف اذا اوكي ولا لا. يمكن القانون هذا بالنسبه تبع المستشفى، اما قانون الهجره لا. قانون وزارة الهجرة as she received an invitation تقدر include her husband to children. جميل جدا، الله يبشرك بالخير. الله تتسكر من مكان بتنفتح مكان ثاني. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله شيء زي ما حكيت لك، ابشر من عيوني حبيبي. ظل اخر شيء برونز 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 ويل برونز ويل الولاية. يا بعتقد فرنسي صح؟ نيو برونزويك لغتين، بايلينجوال، انجليزي وفرنسي، هي المقاطعة الوحيدة البايلينجوال. جميل جدا جميل جدا، عشان ما نضيع. لا لا، بيحكي انجليزي عادي بكل مكان ببرونزويك. طيب يعني هي الموضوع خلص انه بيمشي عادي طبيعي بدون لا ضغط ولا اي شيء من الحكومة ولا لا لا لا، والتأثير والفيزا. لأنه أنا بتعرف موضوع القطاع الصحي، أنا بعرف إنه صعب كثير، بس اللي عرفته التمريض، اللي عرفته للتمريض لا مش صعب، بيمشي بسرعة، بس للدكاترة إيه في بيوقف حاجة الآن عم بخففوا كثير. هلا من الفلبين يعني بيجي طويل. في حاجة كبيرة طيب للقطاع. الحمد لله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بس ان شاء الله على الحكومه الجديده ما يصير في تاخير. لسه مطوله يعني، الحكومه الجديده بدها سنه ونص لما تيجي يعني اقل شيء. طيب لكن انا ما بدي اخرك، وبعدين نتحاكم اي شيء بدك اياه. جميل جدا، انا ما بدي اخرك وبدي اخليك على اللايف، وبعدين بدي احكي معك على الواتساب. على الواتساب. دن دن دكتور، انا حبيبي يسلم يسلم كثير كثير. يسلم هلا بالطيب دكتور. أنا من حملة الجوازات الفلسطينية ومقيم بالأردن، وخالي مقيم بكندا ومعه جنسية، بيقدر يسحبني؟ لا. جواب لا يا محمد الحمايدة، جخالك ما بيقدر يسحبك. لندن أنا، أهلا وسهلا. أنت بلندن أنتاريو، حياك الله يا إسماعيل. صار لي سنة ونص مقدم على الإقامة الدائمة الإميجريشن، جاوبناه. تسلم على ردك، وإن شاء الله ربنا يقدم الخير. يا رب يا رب يقدم لك الخير يا للوة، ويفتح عليك وجيب لك الاحسن إليك. احيانا في ناس بيجي بقول لك انا ما قدرتش اطلع وبجنيش اشياء ومش قادر اطلع، لانه هذا ربنا الكاتب لك اياه يا جماعه. الله يجزاك الخير. مرحبا حضرتك باي بلد؟ انا في كندا. كيف بقدر اعمل مع مستشار هجره داخل كندا اوثق فيه، وممكن فكره عن اسعارهم؟ طيب، مستشار هجره موجود في كندا، في عن طريق الاميجريشن اللي هم مستشار في الاي ار سي سي، عندهم مستشارين معتمدين منهم، كل واحد له رقم، فبتاخذ رقمه وبتروح بتشيك عليه اذا هو مستشار معتمد ولا لا. اذا معتمد ورحت على الموقع تبعه وتاكدت انه معتمد وكل شيء تمام، تقدر هذا وثقه يعني، خلاص انت عندك بينك. هلا كيف طريقه التعامل وقديش باخذ؟ في مستشارين باخذوا على نفس الفايل 1000، وفي مستشارين 10، بيعتمد عشان زي كيف الدكتور، شطارة المستشار، قدرته على التحكم في هذا، وخبرته في قديش ممكن يساعدك. فالأسعار بتختلف من مستشار لآخر ومن برنامج لآخر.
بعت لك يا ريت تفيدنا. ابشر، بقدر اكفل اختي وبنتها عمرها 6 وتل... ولا ما بتقدرش تكفلي اختك، مش بنت اختك، لا اختك، اخوانك ما بتقدر تكفليهم. يا حي الله، اموت وافهم ليش بدهم يجوا على كندا. سؤال مهم، في ناس كتير للاسف يعني شوف، واحد جاي من دولة، احكي لك، في ناس من امريكا، تعرف انه اكبر عدد الناس اللي بتيجي رقم 8 بيجوا هجرة من امريكا على كندا بس للعلم. في ناس بيجوا من ايرلندا، كتار بيجوا من ايرلندا، فهدول اللي بتسألهم ليه جايين. بس واحد جاي من بلد مثلا زي لاجئ سوري جاي، ولا لاجئ فلسطيني من غزة طالع قاعد في مصر، ولا واحد قاعد في تركيا، تسأله ليه جاي على كندا؟ جواب صعب، جواب مش رفاهية. جاي عشان ما ينقصف بيته، جاي عشان يلاقي لقمة خبز، يلاقي مية. وضع صعب في كندا، بس أكيد أكيد يا أخي مش أصعب من بلادنا، فلا تحكم على الناس. وضع صعب، أنا بحكي لك إياه وأنا معك، أنا معك. يمكن تحكيها لواحد جاي من الإمارات، ولا جاي من السعودية، جايين على كندا عندك شغل ب40,000 ريال، 50,000 ريال. طيب لو سؤال، لو قدمت على فيزا سياحية ممكن يجيني رفض؟ طبعا. هلا هاي كان معنا الأخ، ما أعرفش شو سمعتيه ولا لا، فادي إله نسيبه هون وحماه، وهو بيشتغل في الإمارات أو في قطر في الكويت، وشغله كويس ومرته بتشتغل واثنين بيشتغلوا، ورفضوهم، فممكن يجي أي مستشفى بوخدوه من برا. ما في منه هالحكي، لا في بوخدوه الآن، مستشفيات كتير عم تاخد ممرضين من برا، بخلوهم يقدموا ريكواليفيكيشن وبعطوهم بيرمت لسنتين بس عشان يشتغلوا فيه. ما شاء الله، انت بكندا، ليش ضايل بكندا؟ طيب ما طيب اقسم بالله الوضع كارثي هالفترة بكندا، ما بعرف ليش بدهم يجوا. موضوع هلا مزبوط، بس ان شاء الله بتحسن، يعني لما جينا ما كان زي هيك. هل في دكتور هلا فيزا لمتحدثين اللغة الفرنسية؟ فيزا ما في، فيزا عادية، بس متحدثين اللغة الفرنسية لهم برامج هجرة خاصة أسهل شوية من برامج الهجرة التانية. لازم أقدم امتحانات، ويعني كيف اللي بقدم إنجليزي لازم أقدم 9 من بالآيلتس، من 9 عشان يقدر يدخل المنافسة. اللي بقدم الفرنسي يمكن بده 6 7 عشان يقدر يدخل المنافسة، فالأسهل الفرنسي. مثل ما حضرتك جيت على كندا وأنا جيت على كندا، كثير ناس بدهم يجوا، وكندا بالنسبة لي بلاده. يس، حابب أتورط بحب المغامرات أنا، بس مستقبل لأولادي لأن الوضع صعب. يلا هلا بجاوبوا عليك قاعدين، الله يكتب لك إياها. داي والله، الحكومة سنة ونص وبنموت، بدي عقد عمل. أنا فلسطيني صار لي سنة ونص لحتى الآن ناطر جواب من محكمة. بحكي عن موضوع اللجوء، اللي بقول لك عقود عمل كلها كذب، مش كلها، في بس صعبة كتير. يعني الآن عقود العمل حسب علمي تنباع في الماركت صراحة. سمعت هذيك اليوم من واحد هندي شاري عقد عمل ب45,000 دولار، 45,000 دولار كانوا عارضين عليه ب50,000 دولار، وبالعافية أخذوا ب45. فعقود العمل الحقيقية غالية جدا، أما الكذب والنصب أوه كتار بتلاقيهم على الفيسبوك. أنا سوداني، أنا سوداني متفاشر جوكا. أهلا وسهلا، تحياتي من مونتريال. تابعون السوشيال ميديا بيكذبوا كذب مش طبيعي، مزبوط، وللأسف كتير بياخدوا فتاواهم من السوشيال ميديا. يعني بيجي بقول لك أنا سمعت على اليوتيوب مش عارف مين بيحكي لك أنا بدي أقدم على ترافل دوكيومنتس، كم بده وقت لما يعطوني؟ أنا داخل كندا. طبعا ترافل دوكيومنت لازم تكون داخل كندا، ترافل دوكيومنت لازم تكون جاي لجوء، ما معك جواز سفر تقدر تقدم على ترافل دوكيومنت. عادة من أقل من سنة مفروض يطلع لك. أنت بتحكي فرنسي وإنجليزي في برنامج فرنش ستريم، هذا اللي كنت أحكي له عنه، برنامج فرنش ستريم، برنامج الـ AMPP برضه باخد فرنسي.
بس معظم البرامج على الفاضي. يعني الفرنش ستريم بدك تستني، بدك تقدمي انت كيف البرنامج الاي ام بي بي، بتقدمي وخلص انت ضامنه تقريبا الموافقه. الفرنش ستريم انت بتقدمي وبتستني السحبات، يمكن يسحبوا اول مره، يمكن ثاني مره، يمكن 10 مرة، يمكن ما يسحبوش اسمك. فهي مشكله لانه هي سحبات الابف، باخذوا الاحسن. انا من السودان عايز اروح كندا، عايز اروح اقرا في كندا، كيف ماذا افعل؟ بدك تجد قبول جامعه اذا بتقرا. كل شخص عنده هدف وسبب، وكل ناس مش مثل بعض. اكيد معي، كندا لليائسين، بس لو بس مستقر ببلدك ما تيجي. صحيح سمعت فيه بس مكلف، بتحكي عن عقود العمل. اذا الشخص بده يقدم على شغل بكندا، شو المؤهلات اللي بيحتاجها؟ لانه صعب كتير تلاقي توظيف، صعب لانه لازم تلاقي شركة، والشركة هاي لازم تشتغل لك موضوع ال MIA. فاذا الشركة فعلا مش محتاجاك وانت حضرتك عبقري زمانك وما في زيك في كندا، وتغلبهم وتدفعهم مصاري حوالي 6 7000 دولار بس عشان يجيبوك، غير باقي الامور هاي بس للحكومة، فاكيد لازم تكون معك هذه الصفات. اذا ما في، اذا في ما في زيك، فعليتها بتدفع الشركة. هذا المفروض يصير. كيف فيني اكفل؟ ما بتقدر تكفلي بنت لو بتشتغل ممرضه، في شغله اسمها كير جيفر ممكن تساعدك. اذا انت عندك مرض او شيء مزمن وبدك اياها تيجي هون، بتجيبيها على كير جيفر، برنامج نازل جديد، اجى نزل بشهر يناير 24. كل واحد باخذ نصيبه. صحيح. خمسة وأربعين ليش بيت؟ لا وبدفعوا. أنت بتحكي عن 45 ألف، في ناس بتدفع، معناها إنه في طلب، في ناس بتدفع. ليش موضوع غزة مش رايد يطلع قرار من المحكمة؟ مش فاهم. great job. طيب هل لازم يكون معاه بطاقة الأونروا على الاي ام بي بي؟ يس، الاي ام بي بي من احد شروطه، يا اما يكون معاه بطاقة كرت الأونروا، او يكون معاه ما يثبت انه لاجئ، مثلا وثيقة السفر اللبنانية، السورية، المصرية، او اذا كان هو خارج بلده، يعني مثلا غزاوي وموجود في السعودية مثلا، في مؤسسات هون بس مكلفة شوي، يعني مكلفة بزيادة 2000 3000، بتحاول تواصل مع الشركات وتعطيك زي سبورت لتر، شركات كندية بتساعد المهاجرين اللاجئين. في بروسيجرز يعني، وشرح للموضوع. اتصل دكتور، والدتي عملت مقابلات وفحص طبي، ادخل هلا على الجي نمبر، عم يكتبوا لي الملف انه في اطار التنفيذ. شكرا، الله يوفقها يا رب. أنا بدي أقدم على Travel Documents، كم وقت حكينا؟ كيف تقبل Guest؟ أوكي، في عنا 2، الوالمارت بده مشغلين وبحتاج. يس قدمنا. بدك تنقل على بيت زيادة يعني، برأيي خليك ببيتك. لا والله. تفضل. أنس. إيه على تاون هاوس. أجاره 2300. أنس 2300 شامل ولا لا؟ لا بتعطيني كمان 250 بس الحمد لله. أنس شكله ببيع مش عارف شو. تفضلي يا لولو. ألو، أهلين، أهلا وسهلا. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. كيفك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك ويخليك. سامعني؟ لا سامعك، تفضلي. سامعني دكتور؟ سامعك، تفضلي. سامعاني؟ بدي أسأل حضرتك بالأول، هل هلا سامعك، تفضلي. معلش شبكة النت بتضعف. بدي أسألك دكتور هلا، إلي صديقة هي كان عايشة برا غزة، بس ما عندها كرت اللي هو بطاقة الأروة، اوكي، وعندها جواز فلسطيني بس جوازها مصفر، ما عندها هوية، يعني فهمت علي؟ يعني هي ما عاشت غزة،
هل واللي بنفع انا تقدم مع عارفها. هذا البرنامج ولا كيف؟ وين هي عايشة؟ هون بالإمارات. بتقدر تقدم بالإمارات عليه، في له بروسيجرز، يعني البروسيجرز هذا في اجراءات، اذا وافقت المؤسسات انها تدعمها وعادة بوافقوا، يعني بتقدر تقدم على البرنامج، خاصة الوضع هلا في غزة. بس نفس التكاليف إذا هي بس عندها ولد واحد؟ طبعا لا، طبعا لا، في لسه تكاليف للمؤسسة هاي، لأنه في بروسيجرز، في أبليكيشن للمؤسسة قبل كل التكاليف. طب معلش، هو سؤال يعني، هو بيفرق إنه مثلا عيلة كاملة لو قدم مثلا شخص واحد بتكون التكاليف أقل؟ لا نفسها، لأنه هو واحد اثنين ثلاثة، اللي بيفرق بس زيادة ملفات، أما هو البروسيجر الكبير الضخم اللي هو على رب العائلة رب العائلة، وهذا بس، لازم الآيلس. هذا اللي عنده لازمه، يا آيلتس يا توفل، يا مش توفل سوري، يا آيلتس يا بي تي. هلا أنت بتحكي فرنسي، ممكن تقدمي اللي هو التاف، اللي هو تبع الفرنسي هذا، الفرنش كونسول، دلف تاف دلف اسمه، تلف تلف دلف يا يا. طيب هلا معلش دكتور، سؤال. هلا انا شفت في ما كان كذا محامي عاملين من ضمن الشروط هاي ممكن الحكومة انها تعطي قرض لما يجي السفر، هل هذا صحيح ولا كذب؟ يس. هلا القرض مشكلة قروض الحكومة ليش بحكيش عنها؟ لأنه للأسف هي، يعني مثلا أنت القرض بعطوك إياه عشان تاخدي تذاكر السفر، تذكرة السفر من الإمارات لهون يمكن تحصليها وان واي ب 1000 دولار، أوكي؟ الحكومة بتروح شارياها بالهاي برايس، بالبرايس العادي، وبتقسط لك إياها لما تيجي، فأنت بتدفعي بدل ال1000 10. ف do you need this؟ يعني ما أتوقع في حدا جاي على كندا معوش حق تذكرة، يعني إذا ما هوش حق تذكرة أنا بقول لا له ما أنا فكرت تجيش. مش للتذكرة، لا لا لا، مش بس قصدي على التذكرة، للتذكرة قصدي على القرض. البيت. لا التذكرة طب بس أنا قصدي على للقرض. البيت، لا لا، البيت ما في يعني قروض. الموضوع كله لما القروض هاي يعني بدك الواحد تشتري إذا مثلا بيت. نفترض إنه يجي. نعم. تفضل احكي. القروض إذا بدك تشتري بيت هذا شيء ثاني، هذا قروض من البنك بتاخذيها مش من الحكومة. من البنك أو من أنا الحكومة مثلا بس. فكرت إنه مثلا إذا صار الموضوع إن شاء الله إذا في نصيب، يعني هل ممكن الواحد لازم إنه هو هنا هون يدور على بيت، ولا أول ما يوصل يروح على فندق؟ فهمت عليك كيف؟ اولها بدك تروح على فندق، بدك تقعدي لك فتره بفندق او باير بي ام بي بسموه، يعني شيء زي هيك. بعدين بس تيجي يوم تصير تدوري على بيت. معظم الناس ما بتاجر ناس جاي من برا، يعني فبدك تدوري على بيت لساعتها فرج، يعني بتلاقي بيت، بتلاقي مش صعب، خاصه اذا لحالك انت. طيب يعني ان شاء الله يعني ضمن رب العالمين، بس هل انه عن جد يعني من 4 شهور لست شهور ولا شوفي انا بحكي لك لما اياها حكيت؟ على الافرج. شوفي احنا اول مكتب بدا في الموضوع هذا، بلا يعني الكل بيعرف، انا بديت احكي بالموضوع بشهر 10، الناس ما تصدق، وفي ناس صدقتنا واشتغلت معنا. هلا اللي اشتغلوا معنا، انا ناس قدمنا لهم شهر 11 طلعت لهم الفيزا بشهر 4، يعني 5 اشهر. ما شاء الله. هلا بعد فتره اكيد صار، هلا الناس صارت تعرف عنه، صاروا كل المستشارين يطلعوا يحكوا، في ضغط على البرنامج، كل شوي بيزيد الضغط. هلا الحكومة شخصية هم حاطين الافرج 6 مانث، انا عشان هيك لا بحكي 4 ولا بحكي 6، انا بحكي الافرج 6 مانث، متوسط 6 اشهر، ممكن تاخذ سنة بس مش اكثر من ذلك، يعني المفروض انه within 6 مانث تكوني جاية. بس في نسبة رفض ولا حسب؟ الرفض بكون لسببين، يا اما لا سمح الله وصارت عندنا حالة احنا واحد عليه مشاكل قضائية وما حكى لنا، بكون عليه تعميم مثلا، مشكلة قضائية كبيرة. والشغلة الثانية لا سمح الله بالفحص الطبي مع أمراض سارية ومعدية زي السل والشغلات هاي، غير هيك ما بيجي رفض. هذه برامج هجرة ستريت فورورد. خلاص اوكي، شكرا دكتور، الله معلش يوفقك، غلبتك انا الله معي يوفقك، بس حياك. عشتك. شكرا طيب شكرا، يعطيك هلا العافية. حبيبي، يا الله يعافيك. مع السلامة. أنجل، دكتور جمال حضرتك، أنا والله هسه قرأت الاسم، انت حضرتك هون في لندن؟ لا لا، في واحد اسمه جمال الشريف، مظبوط. مش انا، لا انا في اتوا، انا مقدم لجوء في كندا وصار لي سنة وشهرين لحتى الان ناطر جواب المحكمة في موضوع في غزة، في مشكلة. الله يوفقك يا رب،
وول مارت لازم يكون عندهم مشغل. احنا هنخلص قريبا يا جماعة، لنا اكثر من ساعة ونص قرض لبطاقة الطائرة بس. مزبوط، هذا اللي بحكي لك اياه، كلامك صحيح. وانا علي دين 5000، هاي شايف في ناس للاسف اخذوا القرض هذا ودفعوهم، انا بعرف من السوريين دفعوهم القروض مبالغ كبيرة صراحة لشخصين، 5000 حرام. تذكرة وان واي يعني من الامارات لاوتوا، يا نف، هاي بحكيها، هاي اللي بحكيها. لازم توفيهم مشان الجنسية، ما بيقبلوا الطلب حتى لما تدفع. يس، هاي كمان شغلة، ما بيقبلوا الطلب غير لما تكون دافعة المبالغ اللي عليك، فما كثير 5000. ما هي اللي عم بيسووه، يس هذا اللي بيسووه. الجواز الجيبوتي عادي الفيزا ولا رفض؟ لا، اي جواز في العالم يا عم بيقدر يسوي فيزا، برفضوا ما برفضوا، ان شاء الله معاه جواز هاي اردني مثلا، دولة مستقرة ورفضوا له اياه، ما لهم خص. الاوراق هي اللي بتقوي ملفك او بترفض. يلا يعطيكم العافية يا جماعة، انا معلش طولت عليكم. ويعطيكم شو الشروط، في كتير فيديوهات عندي موجودة عن الفيز والشروط وكيف تقوي ملفك. ارجع لها، الله يوفقك يا رب، ويعطيكم العافية وتصبحون على خير. سلام عليكم.